برحب بيك. سنوات مرت من آخر حفلة عملتها في القاهرة، يمكن كانت في 2006، مظبوط؟ 8 سنوات تقريبا. 8 سنوات تقريبا. الحفاوة اللي قابلتك ساعتها، يمكن بيتذكر الناس اللي حضروا الحفلة ان الناس اللي كانت واقفة بره، احنا بنقابلك قبل حفلة القاهرة في يوم، فبكرة انت متوقع المشهد يتكرر. الناس اللي كانت بره كانت اكتر من الناس اللي جوه. كيف طاوعك قلبك ان تغيب عن القاهرة كل هذه السنوات؟ بالحقيقة يعني لم أحصل على دعوة كي آتي إلى القاهرة، وعندما يعني اتصلوا في لبيت الدعوة مباشرة. فبتمنى أنه يعني بين فترة وفترة أكون في القاهرة. القاهرة، اسكندرية، مصر بشكل عام، يعني بلد يعني بحس أنه هو ضرورة، وخاصة للتجارب الموسيقية والفنية اللي هي أثبتت حضورها. يعني أنا مشكلتي كانت عندما بدأت بمشروعي الفني، كان هناك قطيعة مع العالم العربي، مع مصر، بسبب كام ديفيد؟ نعم، الزيارة الفظيعة. وبدأ استمرت هذه القطيعة، وأنا يعني ما عد عملت اتصالات ولا حدا اتصل فيها، ولكن كنت دور حول دول الجوار ولم آتي إلى مصر.